في موضوع آخر، وبولاية سكيكدا أقدم عدد من المواطنين من بلدية عزبة في ولاية سكيكدا على منع مقاولة مكلفة بإعادة تهيئة مسافة 1 كيلومتر من الطريق الرئيسي لوسط مدينتهم بعد أن اعتبروا ذلك بريكولاجا وليس عملا مدروسا بالنظر إلى حالة هذا الطريق الجيدة، ومنددين بعدم استغلال هذه الأمور في تهيئة أو في تهيئة عديد الطرق المهترئة بالمدينة بدل تضييع المال والوقت بهذه الطريقة حسب تصريحات سكان بلدية عزابة. التغطية كانت لمحمد حمد. كيف تخلي الحاجة اللي ديغرادي، الحاجة اللي فاسدة، الحاجة اللي مضرورة المواطنين مضرورين، ما مضرورين صح كيما طريق المستشفى، طريق كيما حنا لوبيتال، ها اللي فيها لي زيرجونس، فيها لا جوندارميري تعدي، لي سيكور، تلقاها ديغرادي 100%، وتجي لا شوسي هذه الله يبارك. حنا نحاربوا في الفساد، وهو الفساد هنا بعينه، هنا الفساد هنا، يعني الطريق وحنا عندكم طريق السبيطار راهي مكسره خلاص، وهذه في اللوتيسمون مكسره خلاص، ها رانا حنا كما تلقى ربي سبحانه طريق مليحه كما هذه في الزواج كما هكا، والطريق اللي ماشي مليحه احفر قبل تحصل الطوموبيلات ما يهضروش عليها. ضد الوطن، هذا ضد البلاد، هذا تخريب، هذه الطريق هذه اللي باسمها شو اللي باس عليها، يعني نقول لها هاي صح وعليها ما راحش يخدموا البلايص اللي هي مخربه عليها، هذا زي ما هكا هذاك، شوف المال وين يروح، هكذا وين يروح، هذا شيء تعجبها. هاي ما هاي تحت لو طاك جهة لو طال هنا وين في الريادة كله دوفار هذاك مخرب خلاص ما خدموهاش، والطريق مليحة راح يخربوا فيه.